في الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم عن افضل القنوات اللي انت تقدر تتعلم فيها انجليش كويس وهتستمر فيها وبإذن الله هتكون مفيدة جدا ليك، فتابعنا وحلقة مهمة ما تفوتكش. بلاي بتقيلة يعني يلعب، براون بني ده اللي انا لابسها، ده بيه خفيفة عامله زي الفيونكة اللي انا مش لابساها، فهمت ولا بغسل في السندوتش اللي انا باكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اعلام اونلاين. مفيش حد هتطلب منه النصيحة دلوقتي الا لما هيقولك لازم يكون معاك لغة. اي مجال انت عايز تدخل فيه لازم يكون معاك لغة، مجال الاعلام، مجال التسويق، مجال الاقتصاد، اي مجال انت حبه وعايز تكمل فيه لازم يكون معاك لغة. اللغة بتفتح المدارك، بتعلمك ثقافات تانية، بتخليك تتعامل مع الاخر، بتدخلك اسواق جديدة، فبالتالي انت اللغة عنصر اساسي من اي شغل انت هتدخله. فبكلها ان احنا مش بناخد كورسات، ولو خدنا كورسات مش بنقدر نكمل فيها، يا اما هي بتاخد من وقتنا، مثلا لازم انت تلتزم ان انت تروح مثلا من الساعه 8 للساعه 2 الظهر، يا اما هي محتاجه فلوس كتير وخاصه لو انت طالب وظروفك الماديه ما تسمحش، يا اما عدم الالتزام وعدم الاستمراريه. اول قناه من القنوات واللي لازم ان احنا نشكر صاحبها على الجهد الجبار اللي بيقوم بيه هي قناة إبراهيم عادل. وإبراهيم عادل عامل قناة كويسة جدا جدا في تعلم اللغة الإنجليزية The American English، ودي تقدر تتعلم منها بسهولة جدا، خاصة إن هو بيبدأ معاك من البداية خالص، وكمان بيتدرج معاك في التعلم ستيب باي ستيب كده، بحيث إن أنت تكون فاهم أنت وصلت لحد فين، وكمان عامل تطبيق للقناة بتاعته ممكن أنت تنزله على التليفون بتاعك وتستفيد منه جدا جدا. وفي الحقيقة القناة جميلة ورائعة ومتابعها ما شاء الله أكتر من 8 مليون مشترك دلوقتي في مصر والوطن العربي، ومستمر في التطوير، وكمان مش بيديك انجليش بس، لا بيديك برمجه واكتر من لغه، فقناه مهمه ما تفوتكش. الميزه في القناه دي ان هو مرتب اللغه ترتيب كويس جدا ومسلسل الحلقات بطريقه ان كل حلقه توصلك للتانيه بدون ان تشعر، هتلاقي نفسك انت بقى مستواك بيتحسن بسرعه جدا في الانجليش. غير كده لو انت نزلت التطبيق وقدرت ان انت تكمل الكورس بجميع التاسكات بتاعته، فانت بتتواصل مع القناه وتقدر تاخد منهم شهاده معتمده باجتياز الكورس، فحاجه كويسه جدا ان احنا يكون عندنا مدرب شاطر بالشكل ده. وكمان انا شخصيا بتابعه كتير في حلقاته ومن المهتمين جدا بالقناه بتاعته، فتابعها وان شاء الله هتستفيد منها جدا. Thank you very much. Thank you very much. يلا سمعوني. Thank you very much. Hey hey excuse me. هي اسمها very much مش very much. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. تاني قناة معانا قناة احمد سبيتا، وهو يعني مدرب فلسطيني، مدرب دولي، حاجة عظمة جدا جدا جدا، وبيديك اللغة بطريقة سلسة وكمان اسلوبه جذاب جدا وهتقدر تستفيد منه بسهولة في مجال اللغة. ولان احمد سبيتا هو مدرب شاطر جدا ومحاضر قوي جدا، فقدر ان هو يعمل منهج كويس جدا للغة الانجليزية بحيث ان انت تتابعه وتستمر معاه. هو اسلوبه سهل وطريقته سهلة ولغته مفهومة، وكمان يعني بيدي اللغة بشكل جذاب جدا انت تقدر تستفيد منه وهتقدر تكمل معاه ان شاء الله، بحيث ان انت توصل لمراحل كويسه جدا في اللغه. ميزه احمد سبيتا كمان ان هو مش بيهتم بجانب من جوانب اللغه بس زي القراءه او الكتابه او المحادثه، لا هو بيهتم بكل الجوانب الخاصه باللغه. كمان ميزه القناه دي ان هو في كل نهايه حلقه بيديك تاسكات وانت لازم تحلها، وبيجي يحلها معاك في الحلقه اللي بعدها، فكده بيربطك بالحلقه السابقه وبالحلقه الجايه، وبيخليك انت تشتغل على نفسك كتير بحيث ان انت تكون متمكن في اللغه وتتقنها اتقان كويس جدا. القناة الثالثة اللي معانا اللي هي Learn English with Ihab، ودي قناة جميلة جدا ويعني دمها خفيف كده. الجميل في القناة ان صاحبها اكتف جدا وبيعلمك اللغة بطريقة سهلة وبطريقة ممتعة. كل مرة يعمل لك موقف ان هو مثلا النهاردة هيدخل في فندق، النهاردة هيدخل في شقة، النهاردة هيكلم حد في التليفون، النهاردة بيعمل مشهد تمثيلي مع كذا، كل ده بيخليك ان انت تتجرأ على اللغة وتمارسها بشكل اكتف وبشكل كويس جدا. فالقناة مهمة وكويسة جدا ان انت تتابعها. اما لو عندك مشاكل في الجرامر فانت لازم تشوف دروس اونلاين مع احمد ابو زيد. احمد ابو زيد عامل سلسلة حلقات في الجرامر للغة الانجليزية بشكل كويس جدا ومرتبها بترتيب حلو وعامل فيها جراف كويس، بالاضافة ان هو بيقدم حلقات كتير في كذا مجال، فانت هتربط الانجليش بالبرمجة، هتربط الانجليش ببرامج المونتاج والفوتوشوب وحاجات كتير جدا، يعني بصراحة من اكتر القنوات الثرية في المعلومة بتاعتها. واحمد ما شاء الله عنده قبول كده وحسه الفكاهي جميل جدا، فاتمنى ان القناة دي تكون معاك وما تفوتكش خالص. هلو باولو. هاي روبرتو.
How are your mother? Why you ask me about my mother? Because my father and your mother. إيهاب رمزي واحد كمان من أفضل الناس اللي هي بتقدم الإنجليش في صورة سلسة وفي صورة كوميدية كده، وهو ما شاء الله دمه خفيف، وإحنا يعني الشعب المصري بيحب اللي هو يديله معلومة بنكتة، فإيهاب يعني شاطر جدا في الحتة دي، وكمان بيمشي معاه خطوة خطوة، ودايما هو ماسك الموبايل بيصور لك أي مكان بيروح، بيتكع على حاجات او قصص او حاجات لها مغزى في اللغه، بحيث ان انت ما تقعش في مواقف محرجه وتتكلم لغه وانت واثق من نفسك وبشكل كويس جدا. طبعا المحتويات كتير، وانا اخترت لك يعني افضل 6 قنوات انت تقدر تتابعهم، لكن دول من وجهه نظري، انت ممكن يكون عندك وجهه نظر تانية، فانت ممكن تفيدنا كمان في التعليقات وتقول لنا تجربتك مع الانجليش، ازاي اتعلمتها وازاي انت مكمل فيها، وهل انت شايف ان التعليم الاونلاين ده افضل ولا ان انت تروح كورسات افضل؟ هي دي اللي بتعلم حماس اخوك. شوف كسد معاك ازاي. يا سيكس سيكس، انا رايح الحمام سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي، فظيع. وقبل ما ننهي الحلقه دي لازم اقول لك على حاجه مهمه جدا، ان التعليم الاونلاين مش هو بالسهوله اللي انت مفكرها، لا، لازم يكون عندك عزيمه واصرار ان انت تتعلم. الحاجه الثانيه، لازم يكون عندك وقت ثابت انت محدده وملتزم بيه، الوقت ده لازم انت هتقعد على الابلكيشن او هتدخل على الموقع وتتعلم الحاجه اللي انت عايزها، لكن بخلاف كده هتلاقي نفسك ان انت استمريت اسبوع، تاني اسبوع بدأت تتكسل، تالت اسبوع انت نسيت انت كنت بادئ فيه اصلا. وبالتالي يا صديقي انت لازم تحط جدول لنفسك وتلتزم بيه، وكمان يكون عندك الوقت ده ثابت كل يوم او كل اسبوع، بان انت هتدخل تشوف الحلقة دي او هتدخل على الابليكيشن وتحل التاسكات بتاعته، لازم يكون في التزام، وإلا انت هتنسى اصلا انت بدأت ليه. اول اسبوع هتكون تمام، تاني اسبوع هيقل شوية، تالت اسبوع او بعد شهر هتكون انت نسيت انت بدأت في كورس ايه، كورس انجليش ولا صيني ولا فرنساوي، وكل ده هيضيع وجهدك هيضيع. وفي نهاية الحلقة اتمنى تكون الحلقة افادتك واضافت لك حاجة جديدة، وكمان ما تنساش تكتب لنا في التعليقات ايه تجربتك مع الانجليش، وامتى استمريت فيها ووصلت لحد فين، وناوي تكمل فيها ولا لا، وايه اهم المجموعات والجروبات اللي انت مشترك فيها، او ايه اهم القنوات اللي افادتك في موضوع الانجليش وتعلمه، وكمان هل في مثلا قنوات تانية ممكن انت تتعلم منها لغات تانية مثلا صيني او اسباني او الماني. ضف لنا يعني حاجة حلوة في التعليقات. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Because my father and your mother. Your father and my mother because eating dinner only. No.